طيب هجيب عندي حته اللحمه زي ما حضراتكم شايفينها كده، احب اللحمه تكون باللون ده فريش. شايف المنظر؟ اه شايفها حماده؟ اه الفريم ده بيسيح على النار او على الشوايه بيبقى ليه طعم كويس، وبنشتغل بيه واحده واحده. هي كده زي ما حضراتكم شايفين ما فيهاش كلام. لو حابين وشايفينها، انا بس بقول ده وده، لو شايفينها ان هي ممكن تكون سمكها عالي شويه، بجيب عندي المبط وابدا اعملها كده بسيط. بص بقى انا بسيط قوي كده اهو، تمام. لو انا حابب كده مش حابب، يبقى انا زي ما انا شغال. هتتبلها بايه؟ اول حاجه عندي حبه ملح، بسم الله، وش وظهر كده اهو، لازم الحاجه تتبل شويه، وفلفل اسود مجروش كده اهو، وبرده وش وظهر اهو كده اهو. لو حابب اعشاب زي الروزماري او اكليل الجبل يبقى لطيف جدا، سكان فريش او ناشف، بجيب برضو عندي حبه كده اهو، بيبقى ليه نفس كويس قوي. دي طريقه تتبيله. عايز اجود بقى وعلي، لو حبينا بص كده المنظر، ممكن احط لها عندي ميه بصل، يعني لو حبينا ده موجود وده موجود. تعالى برضو نعمل حركه حلوه عشان برضو نبقى واضحين. ادي هنا عندي الستيك في الطبق اهو بالشكل ده، ولو عايز اجيب عندي حبه ميه بصل، ببشر بصلتين، باخد منهم الميه بحطها عندي، بس اسيبها شويه في قلب التتبيله. انا بقول ده وبقول ده. طب لو انا مش هسيبها شويه، هبدا اشتغل بيها على طول بس من غير ميه البصل، هتبقى عادي يعني ما هياش فيها تيست عالي قوي ولا حاجه. بس هو الصح المظبوط ان هي تتساب شويه في التتبيله عشان تديني نفس كويس جدا وتتحط على الشوايه على طول اهو. ملح وفلفل بهارات يعني زي الاعشاب اللي حطيناها، واعمل كده وبسيبها. بس طبعا الملح والفلفل اساسيات، اما فكره ميه البصل طبعا تديني طعم الشرقي شويه في الشوي. انا بتكلم بكل صراحه برضه، تديني طعم. هشتغل بيه النهارده او اللي هقدمه مع الطبق بشكل بسيط جدا، عندي بطاطس مجد او بطاطس مثلا، نقول بطاطس هنقطعها مع حضراتكم ونشويها، ودز بقى نسميها، نسميها زي ما احنا عايزين نسميها، ولكن الفكره فيها تكون معموله بشكل بسيط جدا وسهل. تمام، لحظه واحده، هجيب عندي بطاطسايه مغسوله غسله نظيفه وهبدا هشتغل بيها بشكل بسيط جدا وسهل. يعني لو عايز اقشرها ماشي، مش عايز اقشرها تمشي برده معايا حسب اللي هشتغل بيه. الستيك عندي كده خد اول صدمه، هنقلبه على طول قبل ما نشتغل في البطاطس بحيث برده ما نسيبوش ينشف مننا. قطع البطاطسايه من النص كده حماده اهو، تمام، وهاجي اعمل كده فصوص وامشي ورا ايدي كده اهو، تمام، وحبه اعشاب اللي عندي بالشكل دوت كده هو عليهم، وحبه ملح، وكم سنه فلفل اسود لو حبيت اها، تديني برده نفس كويس مجروش. لو عايز اخليها محمره بديها عندي سن بابريكا بسيطه كده اهو، وممكن اديها عندي برده فصم لو حبينا، او زيت الثوم بيديني نفس كويس برده معاها اهو. شايف زيت الثوم؟ واقلبهم مع بعض كده. دي بطاطس مشويه في الفرن تطلع مع فكره الستيك بعد ما تخلص، واسيبها شويه تتشوي براحتها. طيب الخضار السوتيه، لو اشتغلت بخضار مثلا معايا، او لو حبيت ان انا اشتغل بخضار مع الستيك او اي حاجه من انواع الاستيكات عامه، بعد جدا بجيب عندي اي خضار بحبه، ولكن بسلقه نص سلقه، نص سلقه زي كده مثلا. النص سلقه دي ليه؟ هاخدها سوتيه في اخر حاجه خالص، يعني زي البروكلي، زي البطاطس، زي الجزر، زي الكوسه. طبعا الكور دي عندي معلقه، بس مش عايز طبعا اعمل كده دلوقتي واوضح الامور عشان بس ايه، ممكن احنا بعض الناس ما بيجيبوش المعالق دي. الستيك شغال على النار، خضار جاهز. تعالى اعمل الصوص بالمره عشان نقفل ما يبقاش عندنا فيه مشكله برضه. بصلايه ناعمه على طاسه سخنه، ركز، عايز احرق البصلايه شويه مع معلقه زبده. بسم الله. مع معلقه زبده، ادي الزبده بتتشوح مع البصلايه. هعمل لها صوص بالجلاس بالبيبر صوص مثلا، او بفكره الفلفل اللي هو فلفل الحصى بتاعنا، بس نقعه شويه في الميه او مديله نص غلوه وسيبه على جنب.
وبشوح عندي الزبده مع البصلايه عند الديمجلاس اللي هي طبعا كنا عارفين اللي هو الصوص البني بيتجاب من عند السوبر ماركت. وعندي كمان هحط عليه حبه ميه دافيين او مرقه دافيه حسب اللي عندي. اهو الديمجلاس اهو وادي عندي المرقه. بسم الله. شايفه يا حماده؟ وقلبهم مع بعض عشان ما يخرزوش مني وسيبهم شوية. هرجع للبصلة اللي اتلسعت معها شايفة؟ هنزل عندي بالفلفل كده اهو. ده عمل بيبر صوص. هجيب عندي الديمجلاس بسم الله وينزل كده ويتقلب. في خلال ثواني كل الكلام ده كله هيتجمع هيبقى تقيل. هنشوف واحدة واحدة مع حضراتكم. نقلبه شوية هيقصر شوية لأن الديمجلاس طبعا بودر في نسبة نشا أو في نسبة مادة ربط تربط الصوص مع الزبدة كمان اللي شوحنا فيها فص البصل الصغير دوت. وكمان حطينا فيها البيبر أو الفلفل الأسود اللي هو منقوع ما نحطوش ناشف عشان خاطر لما نيجي ناكل ما يبقاش مقرمش قوي. الأمور برضو واضحة وبسيطة. بقلب. ولو حابين نعمل دلوقتي بالمرة ناخد الخضار السوتيه بالمرة عشان نبقى عملنا الطبق الأول أو الفاصل واضح يكون بسيط. طاسة فاضية هناخد السوتيه عندي بإيه؟ هديله عندي سنة زيت زيتون مش هحرقه، خليه بس كده يشم النار مع فص توم. وممكن نبدل من زيت الزيتون ده نحط زبدة أو زيت عادي براحتنا حسب اللي عندي، يعني ده موجود وده موجود. أنا شايف كده اللحمة خلاص استوت. شايفة يا حمادة؟ أهي ما عملش أكتر من كده. طب إيش عرفك إن استوت؟ أهي باينة. بص كده يا حمادة أهي شايف؟ أهو أهو جدا اهو. شوف قد ايه هو المعيار بتاعي اهو. بص ابدا يطلع كده شايف. هنزل عندي بالخضار السوتيه بتاعي بسم الله على طول ما استناش لما يتلسع مني التومه على طول مع سنه ملح بسيطه مع كمان سنه فلفل ابيض. شايف يا حماده؟ خضار بسيط جدا، سنه زيت زيتون، فص توم، يديني نفس بس مش اكتر من كده. الصوص عندي بدا يتقل وهنا كمان خلاص خلصان بس بيتلسع كده شويه. وهنا عندي اول ما احس ان الصوص بدا يتقل عندي تو اوبشن، لو انا حابب ان انا امشيه على كده ما عنديش مانع، حابب ان اديله سنه كريمه لباني برده هيكون في ايديه. نعلي النار. طيب نرص الخضار بتاعنا بالشكل ده كده اهو. تمام. حبه خضار حلوين كده. وادي عندي حته الستيك بسم الله اهي كده اهو. شايف المنظر عامل ازاي؟ لسه انت مفيش كلام، الصوص عندي جاهز. اديله سنة كريمة، شايف الصوص حمادة؟ تقلع اهو شايفه؟ اديله سنة كريمة بس يفتح اللون. البطاطس بعد ما بتتشوي، شايف المنظر البطاطس عامل ازاي؟ اهو. تطلع عندي بالشكل الرائع ده. ما بقفلش الطبق بقى، يعني لما اجي اعمل طبق ستيك زي كده مثلا ما بقفلوش، يعني ايه ما بقفلوش؟ بسيب مدخل للسكينه او للشوكه او السكين. لو حطيت البطاطسين دول كمان عاجبني بس ممكن احطهم هنا كده. انا بس احب اوضح كل حاجه. يلا الحمد لله وقع مش مشكله. دايما احب اوضح كل حاجه بكل بساطه.